تخصص المهن التمثيلية زي ما حضرتك قلت إنه واسع جدا، يعني كيف تستطيع أن تلاحق كل هذا؟ هو طبعا مجهود كبير، ولكن أنا بقالي كتير قوي، يعني أنا من بعد ما اتخرجت يمكن بسنوات قليلة وأنا عضو مجلس إدارة وكملت المسيرة. وإحنا نقابة عارفة بعضها، يعني إحنا بنختلف عن النقابات الكبيرة والنقابات العظيمة زي التجاريين والمهندسين والأطباء إلى آخره، إنها نقابات تعدادها كبير، يعني بيصل أحيانا لمليون. إنما إحنا نقابة، إحنا أو السينمائيين بنبقى نقابات شوية 3000 4000، وبعدين نقابة قايمة على التلاقي، يعني أعضائنا بيقابلوا بعض في المسلسلات في المسرحيات في فرقة رضا، في الفرقة القومية، الباليه، يعني مفيش عندنا حد يعزف منفردا. فنقابة قايمة على التجمع يعني. طب هذه النقابات الفنية دخلها منين؟ دخلها للأسف من أعضائها فقط، يعني فقط. الاشتراكات السنوية؟ غير الاشتراك، الاشتراك في الآخر ضئيل، احنا اشتراك 100 جنيه. إنما احنا بناخد 2% رسم نسبي من اللي بيشتغل، وعندنا شعب أعضاء بحكم وظيفتهم الحكومية فما بناخدش منهم حاجة. فبتلاقي إن الشعبة الأم وهي التمثيل، وطبعا مش كل اللي في شعب التمثيل بيشتغلوا، فهي دي الشعبة الأكثر يعني دخلا أو بتدخل للنقابة 2%. وطبعا الأجور اللي احنا بنسمع عنها دي في الآخر هي أجور غير حقيقية، وحتى أصحاب الملايين في الآخر هم يعني يعدوا على صوابع اليدين. إنما احنا عندنا أجيال من الرواد، الناس دي ما كانتش موجودة أيام الملايين، عندنا أجيال من الشباب، عندنا زملاء يعني عندهم موهبة عظيمة جدا، ممكن يبقى عندهمش فرصة عظيمة أو فرصة كبيرة. فبالتالي الدخل محدود جدا، وإحنا بنعاني بشدة من إيرادات النقابة. يعني حضرتك بس قلت دلوقتي يعني سؤال أو يعني تعبير إنه الدخل في النقابة في عدد كبير بياخدوا أجور كبيرة. لا، في عدد قليل بياخد أجور كبيرة. قلت لا يعدوا على صوابع. طب هل هذا يكفي؟ ما هو لا يكفي إنهم يمولوا. لا يكفي، لا يكفي. يعني أنا النهاردة خلي بالحك من حاجة، إن أنا كمان عندي شعب بحكم السن زي شعب الباليه، شعب الفنون الشعبية بحكم السن في مرحلة ما بيقدرش يبقى راقص باليه أو يبقى راقص فنون يتوقف شعبية، يتوقف عن العمل. بالزبط. طب في هذه الحالة صلته إيه بالنقابة؟ عضو نقابة، عضو نقابة، لا حقوق، لا حقوق. فبالتالي أنا عندي الدخل اللي جاي لي مش قد المصروف اللي مطلوب مني. إيه الحل؟ الحل إن إحنا مقدمين تعديل في القانون نحاول نعظم إيراداتنا. من يعني أين؟ يعني هقول لحضرتك على حاجة، يعني وعايزة عايزاك يعني حضرتك تقارني بين وضع النقابات الفنية في مصر ودخلها ووضع النقابات الفنية في بلاد أخرى. أولا يعني خلينا نتكلم الأول عن مصر. أنا هضرب مثال صغير جدا ويمكن يعني شبه مناشدة. النهاردة الجمهور بيروح السينما عشان يتفرج على فيلم وعشان يتفرج على نجم هو بيحبه، يقول لك ده نجم شباك. طيب انت بتتفرج على الناس دي واحنا الوحيدين اللي ما بناخدش حاجه من تذكره السينما، يعني كل الدنيا بتاخد من تذكره السينما ما عدا المبدع اللي هو قد يكون الان يعني هفترض اشرف. واشرف النهارده مثلا وصل لمرحله سنيه محتاج معاش، محتاج علاج، فهذا المبدع الذي يعني عمل من مصر هوليود الشرق محتاج علاج، او اسرته محتاجه معاش او محتاجه علاج.